دعونا نحول بعض المسائل التي تعنى بالاقترانات والمجال والمدى. كمراجعة بسيطة، فإن الاقتران عبارة عن عامل. دعونا نقول أن هذا الاقتران F، وهو الحرف الأكثر استخداما في الاقترانات، يدير مدخل معين. في هذه الحالة سيكون المدخل هو X، ويكون ناتجه عبارة عن Y، أو يمكنك اعتباره كأخذ المدخل ووضعه في صندوق الاقتران F، فسوف يديره ويعطي الناتج Y. ومجموع القيم التي نستخدمها لـ X تسمى بالمجال. مجموع القيم التي تجوز لـ F تسمى بالمجال، ومجموع قيم Y التي يمكن لـ F إنتاجها تسمى بالمدى. الآن باستخدام هذه المعلومات دعونا نجد أولاً تعريفات الاقترانات لكل من هذه المسائل، ومن ثم نجد المجال والمدى. إذن لدينا هنا يحصل داود على 10 دولارات في الساعة. إذن دعوني أكتب هذا في الأسفل، 10 دولارات لقص العشب في الساعة، فكم المبلغ الكلي الذي يحصل عليه بصورة اقتران للساعات؟ لذا دعونا نقول أن داود يحصل على، إذن الاقتران سأسميه دي نسبة إلى داود. المبلغ الذي يحصل عليه داود بصورة اقتران للساعات، أي يعتمد على عدد الساعات. المدخل في الصندوق سيكون عدد الساعات التي عمل بها، وسيساوي عدد الساعات ضرب 10، أي سيكون 10 ضرب، لن أضع إشارة الضرب هنا، ربما يمكنني أن أكتب 10 H، وبالطبع لا يمكنه أن يعمل لعدد ساعات سالبة، إذن يمكننا أن نكتب H تكون أكبر من أو تساوي 0. هذا هو تعريف الاقتران. إذن قلنا كم المبلغ الذي سيحصل عليه لقاء عمل مدته نصف ساعة، ستضع نص هنا حيث نستبدل هذه الاتش بنصف وتقوم بضرب العشرة بنصف، دعوني أكتب ذلك. إذن سيحصل داود على أجرة عمل مدته نصف ساعة، أي سيحصل على 10 عندما ترى اتش تقوم باستبدالها بواحد على 2، ما يساوي 5 دولارات. هذا هو تعريف الاقتران، كنت أريكم مثلا عن كيفية تطبيقه. الآن دعونا نجد المجال والمدى. المجال والمدى، وقد قلت بوضوح سابقا أنه لا يمكنك العمل لعدد ساعات سالبة. هذا العدد، هذا الاقتران سيكون غير معرفا إذا كانت H أقل من 0. إذن يمكننا أن نقول غير سالب هنا، غير سالب، المجال غير سالب. ويمكن أن تقول الأعداد الحقيقية، حيث يمكن أن تكون كل شيء وتشمل على إي وباي وكل هذا، لكن لا يمكنك أن تدفع لشخص 10 ضرب باي دولار، فهذا المقدار ليس واقعيا، بحيث يمكنك دفعه لشخص، لأنه في نهاية اليوم سيكون عليك أن تقرب المبلغ لأقرب قرش، بالتالي لا يمكنك أن تدفع هذا المبلغ. إذن أي عدد ستدفعه سيكون عددا نسبيا، أي يمكن أن يكتب بصورة كسر. بناء على ذلك يمكننا استثناء الأعداد مثل إي وباي، فإذا أردنا أن نكون دقيقين علينا أن نختار الأعداد النسبية غير السالبة. إذن أعداد نسبية، وهذه هي الأعداد التي يمكن أن تكتب بصورة كسر، وهي غالبية الأعداد، ولا تشمل الأعداد التي تبقى تتكرر وكل هذا. إذن الأعداد النسبية غير السالبة هي ما نقوم بإدخاله هنا. إذن المجال هي الأعداد الغير السالبة. ثم المدى هو عبارة عن، مرة أخرى، المدى هو عبارة عن أي عدد نضعه بدلا من H. تذكر يمكنك فقط أن تضع قيم غير سالبة لـ H في نسبية غير سالبة. إذن الـ H، إذن مهما كان العدد الذي نضعه بدلا من H، فسوف نحصل على قيم موجبة توضح المبلغ الذي يحصل عليه 10 ضرب H لقيم الاقتران. إذن مرة أخرى سيكون غير سالب، وإذا وضعت
وإذا وضعت عدد نسبي هنا وتمت كتابته بصورة الكسر وقمت بضربه بعشرة، فسيبقى عدد نسبي غير سالب. لكن على أي حال لا أرغب بأن أكون دقيقا جدا في هذه المسألة، أعتقد أنكم استوعبتم الفكرة. دعونا نحل المزيد من لدينا هنا تقوم مريم بإعطاء دروس خصوصية وتحصل على 25 دولارا لكل ساعة درس خصوصي، والحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه هو 15 دولارا. إذن المبلغ الذي تحصل عليه مريم يمكن التعبير عنه بصورة اقتران لعدد الساعات. إذن هي تحصل على 15 دولارا إذا لم تحصل على عدد ساعات كافية. إذن 25 دولارا لكل ساعة من أجل أن تحصل على 15 دولارا. إن تعمل بمقدار 15 على 25 أي 3 على 5 للساعة. فإذا كان مجموع ساعاتها أقل من 3 على 5 وأكثر من أو تساوي 3 على 5 وأكثر من أو تساوي 0 ستحصل على 15 دولارا، لأنها إذا عملت بمقدار خمس ساعة فقط فالأجرة ستكون 5 دولارات، لكنها تقول أن لديها حد أدنى لما تكسبه هو 15 دولارا. إذن ستحصل على 15 دولارا حتى 3 على 5 لكل ساعة أو 36 دقيقة. ومن ثم بعد ذلك عندما تكون H أكبر من 3 على 5 ستحصل على 25 دولارا لكل ساعة. ستحصل على H ضرب 25. إذن هذا هو تعريف الاقتران الذي لدينا. الآن ما هو المجال؟ مجال اقتران أجرة مريم. حسنا، مرة أخرى هذا معرفا فقط للأعداد غير السالبة. وبنفس المنطق الذي استخدمناه هنا سنكون دقيقين ونقول إنه لا يمكننا الحصول على عدد مضروب في باي أو في إي، فهذا الأمر ليس واقعيا، لا يتم قياسه، كل شيء يمكن تمثيله بصورة كسر. لذا دعونا نقول الأعداد النسبية غير السالبة، ما هو المدى؟ ما تكسبه بصورة كسر أو اقتران أجرتها؟ حسنا، سيكون على الأقل 15 دولارا. لا يهم ماذا، فهي ستكسب 15 دولارا أو أكثر، أي سيكون بالأعداد النسبية وأكبر. أي أكبر أو يساوي 15 دولارا. ولا يوجد حالة معينة يمكن أن تحصل من خلالها على 14 دولارا، كما أنه لا يمكنها الحصول على 10 دولارات، كل شيء سيكون ناتجه أكبر أو يساوي 15. والآن لدينا ملخص التعريفات للإقتران، وبالتالي يمكننا وضع أي عدد بها. أعداد مركبة أي أعداد حقيقية، لكن دعونا نرى إذا كانت تحددها قليلا. دعوني أعيد كتابته. f(x) تساوي 15x ناقص 12، فما هو المجال هنا؟ حسنا، يمكنني وضع أي عدد حقيقي هنا، ويمكنني أن أضربه ب 15 ثم أطرح منه 12، ويمكن أن أضع باي، ويمكن أن أضع إي، ويمكننا القيام بالعديد من الأشياء، لذلك أقول جميع الأعداد الحقيقية. إذن المجال هو جميع الأعداد الحقيقية.
جميع الأعداد الحقيقية، أي عدد حقيقي أضعه مكان x، سأحصل على الآن، سأحصل على المجال. الآن ما هو المدى؟ المدى، حسنا، مرة أخرى يمكن أخذ أي قيمة هنا، ويمكن الحصول على أي قيمة سالبة، إذن سأطرح منه 12، بذلك ستكون قيمة سالبة، ويمكن أن أحصل على 0، ويمكن الحصول على قيمة موجبة، إذن هذا أيضا سيكون جميع الأعداد الحقيقية، جميع الأعداد الحقيقية، هذا جيد. لنأخذ المثال التالي وهو f x تساوي 2 x تربيع زائد 5، ما هو المجال؟ ما هي جميع القيم التي تصلح ل x والتي يمكنني إدخالها إلى هذا الإقتران؟ حسنا، يمكنني وضع أي شيء، يمكن أن أضع e وتصبح 2 e لكل تربيع زائد 5، يمكن أن أضع عدد سالب، إذن في الواقع كونني أخذ أي عدد حقيقي، جميع الأعداد الحقيقية والموجبة أو السالبة أو أي شيء آخر، أو حتى الأعداد الغير نسبية، أو حتى الأعداد الغير نسبية، ثم ما هو المدى هنا؟ ما هو المدى؟ وهذا الأمر مثير للاهتمام، لأنه لا يهم العدد الذي سنضعه هنا، هذه القيمة ستكون أكبر من صفر، ستكون غير سالبة، غير سالبة. حتى إذا قمت بوضع عدد سالب هنا وتقوم بتربيعه وبالتالي سيصبح عدد موجب، إذن هذه العبارة ستكون غير سالبة، ستكون غير سالبة. فإذا أخذت عدد غير سالب وأضفته إلى 5، فستحصل دائما على ناتج أكبر من أو يساوي 5. لكن إذا كان ما أقل من 0 بقليل على أعلى من 0 بقليل، فستحصل على قيمة أكبر من أو تساوي 5. إذا المدى عبارة عن جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 5. إذن جميع الأعداد الحقيقية الأكبر أو الأكبر من أو تساوي 5. لنأخذ مسألة رقم 5. لدينا f x تساوي 1 على x، تساوي 1 على x. إذن مرة أخرى المجال. حسنا، يمكننا أن نضع أي قيمة لـ x، أي عدد حقيقي سوف ينجح هنا، سوف نأخذ مقلوبه، إذن سيكون جميع الأعداد الحقيقية، جميع الأعداد الحقيقية. ثم ما هو المدى؟ إنه مثير للاهتمام، لأنه لا يهم ما الذي سأضعه هنا، يمكنني أن أضع أي شيء، أو في الواقع دوني أتمهل. ستكون غير معرفة إذا كانت صفر، إذا كانت x صفر ستكون غير معرفة، إذن هي جميع الأعداد، جميع الأعداد الحقيقية التي لا تساوي صفر. لقد قمت بخطأ في f الصفر غير معرفة، f الصفر هنا غير معرفة، هذا يعني أننا لا نعرف ماذا، لم نعرف أي طريقة يمكن أن نتعامل بها مع الصفر، إذن f الصفر غير معرفة. إذن المجال هو جميع الأعداد الحقيقية باستثناء الصفر، والآن ما هو المدى؟ حسنا، مرة أخرى يمكننا أن نأخذ أي قيمة ها هنا ما عدا الصفر، إذن لم تكن قيمة x كبيرة جدا 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 جدا، سنستطيع الاقتراب من الصفر، لكن في أي حال لن نأخذ الصفر. إذن مرة أخرى جميع الأعداد الحقيقية باستثناء الصفر، المدى هو جميع الأعداد الحقيقية باستثناء الصفر. المسألة رقم 6، وما هو مدى الاقتران y تساوي x تربيع ناقص 5 عندما يكون المجال، لقد أعطي لنا وقيل لنا أن المجال عبارة عن الأعداد سالب 2، سالب 1، و0، و1، و2،
إذن تعريف الاقتران هذا يقول أن f x تساوي x تربيع ناقص 5 عندما x يمكننا أن نكتب أي قيمة لx من بين مجموعة القيم هذه: سالب اثنان، سالب واحد، صفر، وواحد، واثنان، ولن يكون معرفا إذا كان لإكس قيمة غير هذه القيم. يمكنك فقط تطبيق هذا إذا كانت إكس أحد هذه الأرقام. حسنا، ماذا عبارة عن جميع الإقترانات؟ جميع القيم التي يمكن أخذها لأف الإكس. إذن المدى سيكون مجموع القيم التي نحصل عليها. عند وضع قيم إكس المختلفة، إذن دعونا نجرب القيمة الأولى سالب اثنان. إذن سالب اثنان تربيع ناقص 5 وتساوي 5 ناقص 4 وتساوي سالب واحد. دعونا نجرب السالب واحد. سالب واحد تربيع ناقص 5 وتساوي 1 ناقص 5 وتساوي سالب 4. ولدينا الصفر، صفر تربيع ناقص 5، وهي هنا أف الصفر لدينا يساوي سالب 5. إذن هنا واحد تربيع ناقص 5 يساوي أيضا سالب 4، وهو من ضمن الأرقام الموجودة هنا. واثنان تربيع ناقص 5 يساوي سالب 1، وأيضا هو سالب 1 من ضمن هذه الأرقام. إذن هذه هي القيم التي يمكن أن يشملها المدى.